بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازاي اصور سطح المكتب من غير برامج خالص؟ ودي حاجة بصراحة جميلة جدا جديدة مع الويندوز، هنشوفها مع بعض دلوقتي من غير برامج خالص. انت وانت فاتح الويندوز البرنامج اللي هتستخدمه موجود. يلا نعمل التست ده مع بعض. بفضل الله انت هتدوس على قائمة ستارت وهتكتب كلمة سنايبنج او SNIP، تطلع معاك سنايبنج تول. دي موجودة اصلا مع الويندوز، مدمجة مع الويندوز. هدوس عليها، دي بتجيلك كده او كده، يعني انت عايز تجيبها صور براحتك، عايز تجيبها فيديو براحتك. احنا كده بنجرب مع بعض. ادي ايه السنايبنج تول معانا، كده صور، ركز كده الصور، يعني كده لو عملت نيو انت كده هتاخد قطعة من صورة او هتاخد يعني سكرين شوت على مزاجك، انت كده هتاخد فيديو على مزاجك، هتسجل فيديو. تمام، انا اخترت الاختيار ده اللي هو الفيديو، وبعدين هدوس على نيو. بيقول لك انت عايز تصور ايه، هحدد الحتة اللي انا هصورها. نفترض ان انا هحدد الجزئية دي كده فقط، اهي دي كده بتظهر لي انا، مش عارف ظهر لكم انتوا وانا بحدد ولا لا، لكن لان في حاجات في التصوير ما بتظهرش. شايفين ستارت دي؟ قبل ستارت في عندك المايك مقفول اهو، كده تفتح المايك كده، كده هو هيستقبل الصوت بتاعي، كده مش هيستقبله، كده من غير صوت، كده بصوت. وعندك اختيار تاني اهو، سيستم اوديو براحتك اللي انت عايزه. ده كده ايه الاوديو بتاع السيستم، ده كده الاوديو بتاع الميكروفون بتاعك. في الاخر هتدوس على ستارت. بص بقى، عشان لما هدوس على ستارت كده، ها كده بيعد معايا العدد ده، مش هيظهر قصادكم، 3 2 1 يعني. بعد كده بيبدا يصور، يعني هو كده المفروض بيصور وبيعد معاك اهو، بيعد معاك. تمام اهو، احنا كده بنعمل تيست اهو معانا، اهو عندنا دي حسونة اكاديمي اهي، نكتب حسونة اكاديمي وندخل، ندخل على القناة بفضل الله الرئيسية اهو، كورس دوت نت ماوي، كورس دوت نت ماوي. تمام، الكورس ده بيوريك اجزاء كتير من الكورس اللي احنا عاملينه بفضل الله المدفوع، برمجة سلسلة تعليم الفيديو الواحد اهي قدامنا. الفيديو ده مهم جدا، ده قبل البرمجة مهم جدا، وده برضو قبل البرمجة مهم جدا، ده بيعرفك مفاهيم كتير جدا بفضل الله. سلسلة تعلم الويب الفيديو الواحد او بص احنا كده بنجرب اهو، صيانة الحاسب وخبرات تحميل اي حاجة من النت، خلي الويندوز اسرع، السر في كلمة CON، تسطيب ويندوز 11 من غير انترنت الى اخره، حاجات كتير. عايز تفتح البلاي ليست هتدوس على دي، تشغلها كلها من هنا، تفتحها من هنا وتشغل اللي انت عايزه، وحاجات كتير زي كده. طبعا المونتاج ده برضو رهيب بفضل الله، مليان شغل. والدوس ده حاجة كده على السريع، مش شرح تفصيلي، حاجة على السريع، اوامر على السريع. وهنا اندرويد قديم قوي عملناه بفضل الله. بتجيب بقى هنا القوائم التشغيل كده، كده احنا بنسجل، خدوا بالكم عشان هنسجل، هنشغل الكلام ده كمان شوية. قوائم التشغيل اهي بتنزل، تمام بتنزل، بتلاقي بقى ايه كورسز كتير جدا 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 بفضل الله. اقعد عد فيها بفضل الله، اللهم بارك، امسك الكورسات اللي هتفيدك وذاكرها، كورسز كتير ومقاطع كتير قديمة وجديدة، وبرامج قديمة وبرامج جديدة، ومشاريع قديمة ومشاريع جديدة. اي حاجة بفضل الله بنمسكها وبنطول فيها، بنعمل فيها مشروع. حتى الفوتوشوب عملنا فيه مشاريع في الاخر، حتى المونتاج عملنا فيه مشاريع في الاخر، حتى الالستريتور عملنا فيه مشاريع في الاخر، كل ده هتلاقيه هنا. حتى السي شارب عملنا فيها مشاريع، حتى الجافا عملنا فيها مشاريع، البايثون عملنا فيها مشاريع، الرينج عملنا فيها مشاريع، ولغات كتير قوي اهو عندكم، مثلا الالستريتور عملنا فيه مشاريع، حاجات كتير بفضل الله. حتى الفرونت اند عملنا فيه مشروع اهو اللي هو ده، وحتى الباك اند عملنا مشاريع كتير قوي باك اند بفضل الله، رينج وجانجو مع بايثون وحاجات كتير وسي شارب، مشاريع كتير بفضل الله. ده غير بقى برنامج المبرمجاتية وتسطيب، تسطيبات مش تسطيب، تسطيبات فيجوال ستوديو. شوفوا الحاجات دي كلها اهو، كويس ان ايه ان احنا قدمنا الفيديو ده عشان نستعرض بعض الحاجات اللي هنا، يعني اللي هي فعلا يعني سبحان الله، يعني عندكم شوفوا اللي انتوا عاوزينه وابعتوا اللي انتوا عاوزينه. المهم بعد ما بتخلص التسجيل بتاعك، اوكي شايفين ده ستوب، او عندك جوز براحتك، انا هدوس على ستوب. لما بتعمل ستوب كده بتطلع لك اقدر اعاين، اسمعوا معايا كده، بصوا هعاين انا كده بعاين اهو، 3 2 1 يعني. بعد كده بيبدا يصور، يعني هو كده المفروض بيصور وبيعد معاك اهو، بيعد معاك. تمام اهو، احنا كده بنعمل تيست اهو انا كده وقفت اهو، ده صوت الطبيعي ماشي. انا دلوقتي عايز احفظ الفيديو ده اهو، شايفين سيف اللي فوق دي،
بدوس عليها. عايز تحفظه فين؟ قلت له عايز احفظه هنا في الميديا فايل فور تيست، او ارجع في الميوزك نفسها احفظه في الميوزك نفسها كده، حفظ هو لفيديو على طول، فيديو جاهز. اقفل بقى ده خالص وخلاص، عندك الفيديو، مبروك عليك الفيديو. هتفتح الميوزك او الفيديوز على حسب ما انت ما حفظته، اهو هو ده شغله معايا كده بقى. وبص 3 2 1 يعني، بعد كده بيبدا يصور، يعني هو كده المفروض بيصور وبيعد معاك اهو، بيعد معاك تمام اهو. احنا كده بنعمل تيست اهو معانا اهو، عندنا دي حسونة اكاديمي اهي، نكتب حسونة اكاديمي وندخل، ندخل على القناة بفضل الله الرئيسية اهو، كورس دوت نت ماوي، كورس دوت نت ماوي تمام. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ده، ونشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.